ذبح بن سعيد جده بلالطاء اصيل المتوفى في نعم. الجامعه تاع زير في باب الزوار، مش باب الزوار، القبه لا اظن، تاع القبه تاع الطب، كليه الطب. كليه الطب. كلية الطب. نعم، ربما تعطينا يعني كيف يعني استقبلته يعني هذا النبأ المشؤوم يعني منذ يعني البارحه يعني اول امس. والله احكي لي كيف يعني النبأ يعني الحقيقه كم استفدوا منا جميعا، خاصه انا جدته وانايا وكل اقارب العمام واخواله وكل شيء، ما كانش يصدقوا باللي يحدث هذا الشيء. اللي يجي في النهار جوي 12 ونص غادر برج بار، يعني جوا واحد الزاير على الساعه الخامسه جابوا يو يخدم في الشركه هنا، قال لي باللي راني تليفونيت الاصيل وراها صفاء وراها بخير. قلت الحمد لله بذلك ما كنا نبغي. بعد على الوحده نتاع اللي تليفوني لي بوي ومو هما في صفاء واللبيره، خير ان شاء الله تليفوني في الفيكس. وانا صوني قلت الجدات شويه رات الهاتف، هي شويه صغار مني في العمر وناشطه، رحت هزت التليفون قلت لهم واش راكم ديروا في البير؟ اللي راكم في البير؟ قال لا راه جانا خبر باللي اصيل راه تهاوش مع اخرين وراهم هاجموا عليه وراهم ضربوه، ماناش عارفين واش راه صار له، جروح راه في السبيطار ولا من هنا رايحين. ما زادوش تليفونه وحنا حاولنا باش نتصل بهم ما اتصلوش بينا. قال ننتظروا على الساعه الثالثه، جا خالو ومرت خالو من برج الغدير جابوا لنا الخبر هذا. هذا الخبر الأليم اللي حتى جدهم طاحت وداوها للسبيطار، قالوا هب اللي راهم قتلوه. كيف قلت لهم في النهار كان عندي وديت له وعطيت له وعطيت له صورت له منه ومنه وسلم عليا وراح وكل ما لازم، وجانا بويا قال راه صفى واش من خمسه للسبعه صارت هادشي؟ قال ها صارت هذا الشيء اللي صار درك عظم الله واجركم وخلاص. قالوا نستناو في بيوم ويعطونا خبر، ما عطوناش خبر. قالوا نستناو حتى لثلاثة ونص، بعد ثلاثة ونص باش بينا نتصلوا في الجزائر بنات كان عمات وطبيبات وكاين واش سموها عمو كولونا في الارمي في لافياسيون احمد، وبدات الخبر تجي بشوي بشوي. قالوا لا بالساعات راهم دخلوا لي جماعه زوج ولا ثلاثه، راهم حاولوا كشما يسرقوا له شويه صور دوين حول البورطابل وداو له السياره، بصح السياره ما قدروش يخرجوها. نهار جاو يخرجها الكونسيرج قال له لما هات ما بيقالوا لي تاع بلالطا مش تاعك انت، قال له صاحبي عطاها لي، قال له لا يلزم تجيب الكواط ولا جيبوه هو يخرجها. حكموا حكم السيارة ما خلاش خرجوا، قالوا روح جيبوا هو يمكن يلقى طريقة كيفاش يتسرب وهرب، فر منهم وخلاهم يصد. ها هو الخبر حتى أنا هكذا لحد الآن أنا دوك ننتظروا. قال لك لا عاود يجيو إلا بعد العصر والله، بعد ما يديروا الإجراءات القانونية والإدارية، داروا له الطوبسي وداروا له كل لازم. الآن دوك تبقى الدولة اللي كان عندها معلومات وشفوا على هذا القاتلة والمجرمة، هم يلقوا عليهم القبض، وإلا ما كانش راح بنا ضحية للغدر والخيانة والهمجية والظلم. نعم، كما كنتم تشاهدون معي وتسمعون، يعني هي جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر أو في ربيع العمر 21 ربيعا، يعني طريقة يندى لها الجبين، وهو طبيب، يعني طبيب، وهو الثاني على ما أعتقد يعني ابن ابنك، يعني ابن بني بالجمال. انا جدو، إيه؟ انا جدو انما تربى عندنا وكبر عندنا وكانوا يسكنوا عندنا بواب وبيوب ومو، وهذا ما عنده زوج ديري، واحد زاد عنده 21 سنه والاخر عنده 19 سنه، والزوج قراو في الطب والزوج ممتاز اصيل وهشام، الزوج ممتازين والزوج قراو في الجامعه واحده من بعضهم وشني لي بافيون شويه بعد على بعضهم برك، وهذا وكانوا يروحوا مع بعضهم. هذا اليوم راح وحده وما داش خوه معاه، خوه قال له انا مش كيما انت راح دير تطبيقات لي براتيك في عين النعجة، انا عندي الوقت الريفيزي اللي هنا ونكون اليز وكل ما زم بعد يومين ثلاثه راني نجي. هذاك المكتوب اذا كما